نفذ صندوق تحيا مصر عددا من الأنشطة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، حيث قام الصندوق بتوزيع 30,000 قطعة ملابس جديدة على الفئات الأكثر احتياجا من الشباب غير القادرين ضمن مبادرة دكان الفرحة للكساء. كما قام الصندوق بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم من طلاب الجامعة وتكريم الطلاب المتفوقين بكافة كليات جامعة كفر الشيخ وتسليمهم هدايا مقدمة من الصندوق. كما قام الصندوق بتوزيع 1200 بطانية و1200 قسيمة مشتريات على العمال وأفراد الخدمات المعاونة بالجامعة، وكذلك تيسير زواج 15 فتاة من أبناء العاملين والعاملات وأفراد الخدمات المعاونة.